لغة على كل اللغات تسود ومقامها العلياء والتمجيد لغة كتاب الله مصدر عزها فلها المفاخر والعلا والجود لغة الجمال وبالفنون تزينا بالشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي الطلاب في هذا اللقاء المتجدد بكم الذي سنتحدث من خلاله عن العلاقة بين عناصر الاتصال ووظائف اللغة. سنبدأ بتعريف اللغة وفق وظيفتها الاتصالية، فالتواصل هو الوظيفة الأساس للغة. التواصل كما يقرر علماء اللغة بأنها الوظيفة الأساس للغة، فيرون أن اللغة نسق من العلامات والإشارات هدفه التواصل، لذلك التواصل هو الوظيفة الأساس للغة. يقول هنا: وهو المفهوم نفسه تقريبا الذي كان يرمي إليه ابن جني. ابن جني هذا عالم من علماء اللغة، كان يرى بأن اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. من هذا المنطلق أضاف علماء اللغة إلى مستويات اللغة الثلاثة: الصوتي والصرفي والتركيبي مستوى رابعا وهو المستوى التواصلي. نقصد بالمستوى الصوتي هو المستوى الذي يناقش الوحدة الأصغر من اللغة، وهو يعني وهي الحروف، يناقش الحروف ومخارج الحروف وصفات الحروف. هذه الحروف عندما تنضم إلى بعضها البعض تكون الكلمة، ليأتي المستوى الصرفي ويناقش الكلمة. علم الصرف يناقش تركيب الكلمة وتصريف الكلمة وأزمنة الكلمة بصفة عامة. هذه الكلمات عندما تتعاضد مع بعضها البعض وتنضم إلى بعضها البعض تكون الجملة العربية، ليأتي المستوى التركيبي ويناقش الجملة من خلال علم النحو. ثم يأتي هذا المستوى الرابع الذي أضافه علماء اللغة وهو المستوى التواصلي. نتحدث الآن عن الاتصال ووظائف اللغة. الاتصال يستثمر وظائف اللغة وما تتيحه من إمكانات ليصل إلى مبتغاه. يقول هنا: وتتنوع وظائف اللغة بحسب التوجه النظري للدارسين من خلال منظورات، منها المنظور الاجتماعي والنفسي واللغوي، إلا أن المنظور اللغوي والمنظور النفسي يقدمان المادة الأنسب للتطبيق في الميدان الصحي. طيب لماذا؟ لملاءمتهما تحقيق أهداف الاتصال في ذلك الميدان. إذن هذا موضع تعليل مهم. نأتي الآن لنتحدث عن وظائف اللغة الفعالة في الميدان الصحي، ونبدأ بما يسمى بالوظيفة التعبيرية. الوظيفة التعبيرية في النص الذي مر معنا عندما تحدث الدكتور أحمد خالد توفيق عن الدكتور ياسر الجندي من خلال القصة، وجدنا أن الدكتور استخدم أسلوب القصة. لماذا؟ ليتيح للكاتب التعبير عن مواقفه الذاتية تجاه إنسانية مهنة الطب، ويتوافق ذلك مع كثرة استعمال ضمير المتكلم الذي يرتبط بالرؤية الذاتية. إذن الوظيفة التعبيرية وظيفة مرتبطة بذاتية المرسل. إذن الوظيفة التعبيرية وظيفة ترتبط بذاتية شخص ما. من هو هذا الشخص؟ هو المرسل للرسالة. أما الوظيفة التأثيرية فهي وظيفة لها سمات معينة وأساليب مستعملة، ندرك من خلالها أن هذه الرسالة قد استعملت الوظيفة التأثيرية. ومن هذه الأساليب الأمر، والأمر أسلوب معروف بأن تأمر فلانا أو تأمر شخصا بأمر معين فتقول: يا فلان افعل كذا، اذهب إلى كذا، تناول كذا.
وأسلوب النهي أسلوب يستعمل فيه المرسل أدوات النهي بصفة عامة، فينهى المخاطب أو المستقبل عن بعض الأمور، يقول له مثلا لا تذهب إلى كذا، لا تفعل كذا، لا تأكل كذا، إلى مثل هذه الأمور. أسلوب الإغراء هو أسلوب لغوي مستعمل كقولنا لشخص ننصحه الصلاة الصلاة، أو أخاك أخاك، بمعنى انتبه لأخيك أو حافظ على صلاتك، إلى غير هذا من الأمثلة المعروفة. أسلوب التحضيض كأن تقول هلا فعلت كذا، يا فلان ألا تذهب إلى المسجد، يا هذا هلا تخفف من وزنك، إلى غير ذلك من الأمثلة المعروفة. يقول هنا ترتبط الوظيفة التأثيرية كذلك بالذاتية، ولكن هنا يا شباب ذاتية المستقبل، مواقفه الذاتية، يعني الرسالة هنا تستهدف ذاتية المستقبل للتأثير على مواقفه وعلى آرائه من خلال هذه الرسالة. نأتي بعد ذلك إلى الوظيفة التمثيلية أو المرجعية، هي وظيفة يلتزم المرسل فيها بلغة موضوعية مباشرة ومحددة وواضحة. لغة موضوعية ليس لها اتصال بذاتية المرسل ولا بذاتية المستقبل. فذاتية المرسل من خلال الرسالة تتمثل في آرائه الذاتية ونقل ما يريد إيصاله إلى المستقبل، وذاتية المستقبل من خلال الرسالة تكون من خلال التأثير على مواقفه الذاتية وخبراته السابقة. ومثال ذلك حين يخبر الطبيب المريض بمعلومات موضوعها طبيعة مرضه وكيفية علاجه والآثار المترتبة على ذلك، فعليه أن يلتزم اللغة الموضوعية الدقيقة المباشرة. نقصد هنا الطبيب يجب أن يلتزم اللغة الموضوعية الدقيقة المباشرة. لماذا؟ لتصل المعلومات بشكل دقيق وواضح إلى المريض، فيكون واعيا بتفاصيل الخطة العلاجية ويلتزم بها. نختم هذه الوظائف بالوظيفة الاتصالية. الوظيفة الاتصالية في الميدان الصحي مثالها حديث الطبيب مع المريض في بداية الجلسة العلاجية، أو التلطف مع المريض المنوم بالمستشفى في الزيارات الدورية. هذا الحديث وهذا التلطف يساعد في فتح قنوات للتواصل بين الطبيب أو الممارس الصحي بصفة عامة وبين مريضه، من استقاء معلومات صحيحة وجيدة يستطيع من خلالها أن يصل إلى خطة علاجية مناسبة لهذا المريض. هنا إضافة مهمة، سبق أن مرت معنا عند الحديث عن عناصر الاتصال، وذكرنا بأنها عناصر لا تنفك عن بعضها البعض أثناء العملية الاتصالية، ولكن نفككها بغرض إتاحة التدريس والتوضيح عليها. هنا كذلك يقول من المهم، هنا الحديث عن الوظائف اللغوية، الوظيفة التعبيرية والتأثيرية والمرجعية والاتصالية، يقول من المهم التنبه على أن الفصل بين الوظائف اللغوية كما ورد أعلاه إنما هو لأهداف إجرائية. لماذا؟ لغرض الدراسة وتيسير عملية التعلم وشرح الأفكار. نفس الكلام تكرر معنا هنا، الكلام الذي مر معنا عند الحديث عن عناصر الاتصال. لماذا؟ لأن الوظائف اللغوية متداخلة بعضها مع بعض في النص الواحد، بل هي متعاضدة ضمن العبارة الواحدة، لذلك يصعب الفصل بينها في الحديث اليومي. نأخذ الآن مثال لعملية اتصالية جرت بين طبيب ومريض. الطبيب هنا يقول السلام عليكم، صباح الخير. هل في كلام الطبيب الآن ما يوحي بأنه يريد التعبير عن موقف ذاتي له؟ لا. هل في كلام الطبيب ما يوحي بأن الطبيب يريد أن يؤثر على مريضه لكي يغير مواقفه تجاه أمر معين؟ لا. هل الطبيب استقى هذه المعلومة وهذا الترحيب من مرجع معين علمي أو محاضرة علمية أو ندوة علمية؟ لا. إذن هنا الوظيفة اتصالية بحتة، الغرض منها فتح قناة للتواصل مع المستقبل الذي هو المريض، والذي بدوره رد بالطريقة ذاتها
لذلك هنا الوظيفة اتصالية بحتة. يقول الطبيب بعد ذلك: أرى وجهك مسفرا اليوم، لا بد أنك ملتزم بالعلاج. هنا الطبيب يريد أن يستثير وأن يشجع هذا المريض، لذلك الوظيفة المستخدمة هنا يعني ظهر فيها جانب التشجيع، لذلك هي وظيفة تأثيرية. المريض يقول: الحمد لله، لكنني أشعر بخوف شديد من الجراحة. هنا المريض يعبر عن موقف ذاتي له ورؤية خاصة له، يستخدم ضمير المتكلم عندما يقول لكني، يعني أنا أشعر بخوف شديد من الجراحة، لذلك الوظيفة المستعملة هنا هي الوظيفة التعبيرية. ثم يرد الطبيب بعد ذلك يقول: الجراحة هي لاستئصال المرارة، وهي لا تتطلب التنويم أكثر من يوم واحد، لكن يكون لها مضاعفات وآثار جانبية مثل الالتهاب، فتتطلب بقاءك مدة أطول معنا. هذه المعلومات التي أتى بها الطبيب، هل أتى بها من تلقاء نفسه؟ لا طبعا، ولكن من خلال دراسته، من خلال القراءة، من خلال أمور علمية بحتة. لذلك الوظيفة المستخدمة هنا هي الوظيفة المرجعية التي تحدثت عن حقائق ومعلومات. يأتي بعد ذلك هذا الجدول الذي يلخص فكرة الدرس، ليقول بأن الوظيفة التعبيرية هي وظيفة مرتبطة بالمرسل. لماذا؟ لأن المرسل هنا يوظف هذه الوظيفة للتعبير عن موقفه الذاتي، فهنا الذاتية ذاتية من؟ ذاتية المرسل. الوظيفة المرجعية هي تمثل العلاقة بين مضمون الرسالة وبين المرجع الموضوعي لها الذي أتت منه المعلومة، فهنا تختفي ذاتية المرسل وذاتية المستقبل، الموضوع لا يختص بذاتية المرسل أو المستقبل أبدا، لأنها تختص بالمرجع الذي أتت منه المعلومة. الوظيفة التأثيرية وظيفة لها علاقة بالمستقبل، هي تخص المستقبل. لماذا؟ المستقبل هو المخاطب طبعا، لأن اللغة هنا تستخدم للتأثير في سلوك الآخرين ومواقفهم وآرائهم. وأكرر هنا، الوظيفة التأثيرية خاصة بالمستقبل، لأن المرسل يهدف إلى التأثير في مواقف المستقبل الذاتية، فالذاتية في الوظيفة التأثيرية خاصة بالمستقبل، والذاتية في الوظيفة التعبيرية خاصة بالمرسل. الوظيفة الأخيرة هي الوظيفة الاتصالية، هي مختصة بالقناة. لماذا؟ لأن المقصود من هذه الوظيفة فتح قنوات تواصل لإرساء علاقات تعارف تقود للترابط بين أفراد المجتمع. هي لا يقصد منها التعبير عن موقف ذاتي، ولا يقصد بها التأثير في قناعات المستقبل وأفكاره، هي هدفها توثيق الصلات الاجتماعية اللازمة لخلق مجتمع متماسك منسجم. هذا ما تيسر بيانه في هذا اللقاء، وإلى لقاء قريب إن شاء الله نلتقي من خلاله عبر هذا المنهج عرب 101 مادة المهارات اللغوية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، في أمان الله. تسود ومقامها العلياء والتمجيد، لغة كتاب الله مصدر عز